المقاومة الوطنية. اسمحوا لي أن أحدثكم في عجالة قصيرة جدا عن أن هذا النبت الطيب وهذه القرية وهؤلاء المواطنون وهؤلاء المجاهدون الأفاضل إنما هم أبناء ذلك الجيل من المقاومين ومن المجاهدين في معركة التحرير. في سنة 1912 كان سي عبد الرحمن بن الطاهر رحمة الله عليه قد رفع لواء المقاومة ضد الاستعمار، وكان قد حارب التجنيد الإجباري ودفع المواطنين إلى رفض الضريبة التي طلبها الاستعمار. ثم بعد ذلك قام بحركة مقاومة كبيرة في هذه الصحراء، استطاع أن يجمع كثير من العلماء في هذه الصحراء من غرداية ومن ورقلة ومن أدرار، ويقيم مجلس، ونستطيع أن نقول أنه كان ملتقى ثوري في 1914، سمي فيما بعد بمجلس الليالي الثلاث في الصحراء، ومع أنه انطلقت حركة كبيرة ضد الاستعمار. هذه الحركة تمكنت من تجنيد أهالي هذه المنطقة ضد الاستعمار، ولكن فرنسا كانت دائما بالمرصاد، كانت تعرف هذا الخط الحي من المجاهدين، إعمار الصحراء وبناء المساكن وشق الطرق، هذه كلها كانت من منجزات الثورة والمقاومة التي قام بها سيدي عبد الرحمن بن الطاهر. لابد أن أذكركم إخواني أن الجهاد القديم الذي قام به أبناء هذه المنطقة جهاد عظيم جدا. لابد أن تعلموا أن سيدي عبد الرحمن بن الطاهر هذا الشهيد البطل هو بمقام رمز من الرموز الوطنية، تمكن في فترة قصيرة من أن يجمع الناس حول الشهادة وحول التضحية من أجل هذا الوطن. ولذلك فإن فرنسا بعد كل حصار حاصرته إياه وبعد السجن وبعد التضييق قامت بنفيه إلى المغرب في حدود سنة 1918، ولم يعد إلا في سنة 1920 عندما عاد إلى هذه المنطقة. فرضت عليه الإقامة الجبرية في منطقة الأغواط، وذهب إليه شيوخ من أبناء هذه المنطقة أشفقوا عليه من الجهاد والتضحية، وطلبوا منه أن يخفف وطأة جهاده أو أن على الأقل أن يهادن فرنسا قليلا. قال لهم تلك الكلمة العظيمة والشهيرة التي ينبغي أن نعتز بها جميعا كجزائريين وكوطنيين، ونعرف أن أبناء هذه الصحراء وأن هذه التربة الطيبة قد أنبتت رجالا أفذاذ بحجم هذا الوطن العزيز. قال لهم والله لو أن فرنسا بقوتها وجبروتها وعظمتها وكيدها وكبريائها لا تساوي عندي حبة من حبات سبحتي التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة يا إخواني كنت أنا قد أطلعت عليها بعض الباحثين من الوطن وسمعوها، قالوا هذه الكلمة لا يقولها إلا مجاهد عظيم من مصاف الأمير عبد القادر ومصاف بوعمامة وأيضا مصاف كل الشيوخ الذين حاربوا في هذا الوطن. نحن الآن في هذا الجيل علينا أن نكتب تاريخنا من جديد ونحيي عزيمتنا وإرادتنا في أبناء هذا الوطن. نعم أنتم موجودون في الصحراء، ولكن تمتلكون التاريخ والقوة والتضحية والإيمان الذي يسمح لكم بأن تبنوا وتحققوا أهدافكم. لابد أن نقول لكم أن سي محمد بن سي عبد الرحمن هذا هو سليل هذه المقاومة وسليل هذه الروح وسليل هذه الإرادة. ولا بد أن تعلموا أنه كان مجاهدا من 56 إلى 62، وأنه قد تولى بعد ذلك تعليم القرآن والإشراف على الإصلاح بين الناس والقيام بكل ما تلتزمه ما توجبه القيادة الجماعية والاجتماعية في هذا الوطن وفي هذه الصحراء. اليوم عندما نحتفل لسنا من أجل شخص، لسنا من أجل جماعة، لسنا من أجل عشيرة، لسنا من أجل قبيلة، نحن نحتفل من أجل هذه القيمة العليا التي هي التضحية والشهادة في سبيل الإسلام وفي سبيل هذا الوطن. سي محمد عندما توفي شهيدا في سنة 1997 كانت هذه الشهادة هي رمز وتاريخ لهذه المنطقة، هي رمز وتاريخ للجزائر، هي أيضا اندماج مع هذا التاريخ العظيم الذي تمتلكه الجزائر من أقصاها إلى أقصاها، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. والآن أيها الإخوان الأعزاء وخاصة من الشباب